Donc le X tout simplement c'est تيد تيد إكس سلسلة من المؤتمرات العالمية غير الربحية شعارها أفكار تستحق الانتشار. هذه المرة حطت رحالها في صفاقس. فقد قام طلبة المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس بتنظيم تظاهرة قدموا من خلالها اقتراحات للتطور العلمي والبحث عن حلول لإشكاليات تعيشها صفاقس في عدة مجالات. حاجات كما هكا باهين خاطر يقدموا فيهم أفكار، والأفكار هذوما معناتها أي واحد يسمعهم ينجم ياخذهم ويقدم فيهم يكمل فيهم وحده، وكي ناقصوا حاجة ينجم يمشي يطلب إعانات عند الناس اللي يقراوا الميدان اللي ناقصهم فيه. إذا بالبنيفولا ينجموا يعملوا الحكايات هذوما الكل مع بعض. شو الأفكار، نوعية الأفكار اللي تنجم تطبق يعني؟ الأفكار اللي تنجم تطبق كما مثلا هذايا الام اس للهيومانيتير، معناتها حاجة كيفاش نعاونوا عباد من بعيد، كيفاش نمنعوا عباد من بعيد. حاجات كما تعملهم الهلال الأحمر في تونس، هما يمنعوا في العباد ديما، أما كل مرة يمشيوا يتحركوا بالكهرباء نتاعهم مش هكاك ينجموا يمنعوها. كيفاش علاش ما نبعثوش هكا اس ام اس من بعيد للجار نتاع السيد هذايا، كي هو حاجته مثلا بدواء، نبعثوا للجار نقولوا له تنجمش تمشي للصيدليه وتاخذ الدواء هذا اللي حاشنا به، هكاك ما يقعدش هو معذب مده 10 دقائق، مده 20 دقيقه، ساعه، الطريق اللي هي باش يجي فيه الامبولانس هذيك. هذا النوع من التظاهرات بامكانها ان تحدد زوايا الاهتمام بمشاغل المستقبل في المجال العلمي والتكنولوجي، رغم ان مهتميه من ذوي الاختصاص. احنا كمهندسين صغار مازلنا ما نعرفوش كيفاش ندخلوا للمصانع في الدنيا، ما نعرفوش كيفاش نخدموا، ما نعرفوش كيفاش نبتكر حوايج جدد. وقت اللي نسمعوا اللي قبلنا عملوا حوايج وقلنا رقم تنجم واحنا كيفكم كنا قبل، نولي واحد ينجم يصنع، حتى هو ينجم ولي عنده ثقه في روحه باش يصنع. فهمتي؟ النشاط هذا علمنا حاجتين، اللي هو الكوميونيكاسيون، معناها التواصل مع العباد الاخرين ومع العباد اللي عندهم اكسبيريونس اكثر منا، وميم تو معناها نتعلموا منهم الخبره نتاعهم ومن لي زيدي نتاعهم اللي تنجم تفيدنا برشا في حياتنا المهنيه وفي حياتنا اون طونك انجينيور واون طونك انسان عادي. معناها نحاول معناتها نطور انا من روحي ونعمل حاجه باهيه كيفهم. بصفه عامه كي نحبوا ننظروا للمستقبل لازمنا نشوفوا انهم معناها المواضيع وانهم القطاعات اللي فيهم مستقبل زاهر. انا علاش قدمت هذه على مساله الطاقه والربط بين الطاقه والتكنولوجيا، هو انه الطاقه مشكل الانسان من 200 300 400 سنه، والطاقه باش ولات توا باش تولي مشكل على خاطر يعني الطاقه الموجوده ولات سعرها غالي ياسر، ولهذا الطاقه الجديده هذه اللي مازالت هي نوعا ما غاليه المستقبل قدامها. وكي نربطوها بالتكنولوجيا نبداو نعرفوا في وقت ما في اي مكان قداش فما استهلاك للطاقه وقداش فما معناها امكانيه نتاع نوفروا بها الطاقه لبرا، هذا مستقبل فما فيه برشا يعني تشغيل، فما فيه برشا مبادرات. هذاك علاش انا كي نعرف روحي اللي قدام في مكتب كيما هذا معناها عريق وفيه هندسه ومهندسين، قول هاوما معناها القطاعات اللي يلزمكم تركزوا عليهم على خاطر تنجموا بالحق تتعلموا فيهم. وعندنا السوق قدامنا اللي هي سوق كبيره ياسر، السوق الاوروبيه، قاعدين يخدموا على الموضوع بكل جديه. لازم تركز تونس على الحاجات اللي باش تردها طالعه في الترين ومش تبع ديما من التالي كيما تبعنا في ال 50 سنه الاولانيين واللي بنينا فيها الدوله بطبيعه الحال. يلزمنا المره هذه نكونوا فاعلين ونكونوا ماخذين يعني القطار اللي يهزنا المرحلة الجديدة في الإنسانية بصفة عامة باش تكون مرحلة جديدة 50 سنة جاية. الطاقة المتجددة والفولتوفولتايك وغيرها هي استعمالات المستقبل، خاصة أنها تمثل هاجس العالم في الوقت الحالي بعد اهتمام عدة مستثمرين بهذا القطاع. أهداف التنظيم نتاعنا هي تحسيس الحاضرين الكل كيفاش نجموا نحسنوا في بلادنا في المستقبل نتاعنا. هي احنا مشينا المجالات الكل العلمية والإعلامية حتى الصحة، عنا شكون من الصحة وما احناش سياسيين، بعيد على برشا على السياسه، بعد على حكايه الريليجيون على الديانات، جوست العلم ونطوروا كيفاش نطوروا في العباد. تيد إكس وغيرها من التظاهرات محاولة لفتح نافذة على المستقبل وفرصة للتواصل وكسب الخبرة، ولكن هل تترجم مثل هذه الأنشطة الاحتياجات الراهنة والمستقبلية للبلاد دون تأثيرات خارجية، خاصة وأن تيد إكس ترعاها مؤسسة سابلينج الأمريكية؟